مرحب فيكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج محطات شبابية، واللي دائما يتجدد اللقاء فيه عبر شاشة قناة كويت سبورت. هذا البرنامج والذي يتنقل بمحطات متنوعة وعديدة مع الفعاليات والأحداث والأنشطة الرياضية والتي تقدم للشباب والرياضيين. نبدأ وننطلق مع أولى فقرات برنامجنا. ضمن أنشطة وفعاليات الهيئة العامة للشباب لموسم الصيف الحالي، نظمت إدارة مراكز الشباب مهرجان السباحة والألعاب المائية برعاية سعادة عبد الرحمن بداح المطيري مدير عام الهيئة العامة للشباب، وذلك على حوض مركز شباب العرضية بمشاركة جميع أعضاء المراكز، وشمل المهرجان على عدة سباقات في لعبة السباحة، منها سباق 25 متر تحت 12 سنة، وسباق 25 متر حرة فوق 12 سنة، وسباق 25 متر ظهر تحت 12 سنة، وسباق 25 متر فوق 12 سنة، وسباق 25 متر حرة تتابع، بالإضافة إلى ألعاب مائية متنوعة. ويأتي هذا المهرجان ضمن الخطط الاستراتيجية والبرامج التي وضعتها الهيئة العامة للشباب في السعي الدائم لتحقيق وممارسة دورها التنفيذي في الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب في كافة المجالات الرياضية، الثقافية، الاجتماعية والدينية، من خلال تكثيف أنشطتها وفعالياتها لمختلف الشرائح العمرية الشبابية، وتلبي كافة اهتمامات الشباب وميولهم الرياضية وغيرها. وقد أبدى المشاركون سعادتهم الغامرة بفعاليات المهرجان. الكابتن أحمد شحاتة، أحد مدربين مركز شباب الفيحة للسباحة، أو شيء الله يعطيك العافية، كلمنا اليوم إمكانيات اللي قاعد يقدمها مركز شباب الفيحة للسابحين الصغار، المشتركين الجدد، شنو الامكانيات اللي انتم قاعد تقدمونها، شنو الجديد اللي قاعد تعطونه حق اللاعب؟ في الاول هذا حضرتك احد، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بتبدا المشتركين خلال العطله الصيفيه عامه، يعني في اقبال شديد، فبنبدا بنسجل الاعضاء من 6 سنوات، بيبدا بياخد استماره من المركز، يسوي فحص طبيب وصورتين شخصيتين وصوره البطاقه المدنيه. بعدين بنبدأ نقسم الفئات عمرية، فئات عمرية معينة ونقسمها فترات عمرية، وكل مدرب بياخد فئة معينة وبيشتغل عليها حسب الفروق الفردية بين الأولاد والإمكانيات. في يعني يكون لاعبين جاهزين جايين من أندية أو هو عارف يسبح، هل هذا له معاملة خاصة؟ اللي عارف يسبح اللي عنده إمكانيات السباحة تعملوها معاملة خاصة غير المستجد؟ أكيد طبعاً، أكيد عامة المستجدين كلهم بيبقى فيه اختبار في الأول، بيحدد مستواه، نحدد مستواه إذا كان ده لاعب عنده مهارات سابقة يعني وخلفيات كويسة في السباحة، فبنخليه في المستوى في مستويات، عن 3 مستويات، مبتدئ، متوسط، مستوى عالي. طبعاً لو لاعب في أي نادي بنخليه مستوى من المستويات العليا، فبنخليه مع المستويات العليا، والتمرينات بتبقى مختلفة غير الفئة اللي هي المتوسطة وغير الفئة اللي هي المبتدئة. المبتدئة بنبدأ معه من الصفر، نبدأ معه المهارات الأساسية، المهارات الأساسية في السباحة، إزاي ياخد الثقة في المية، يكتسب الثقة عشان يتعود على المية ونشيل منه الخوف. أما الفئة المتوسطة فبيبقى بدأ أو يعرف خلفية بسيطة عن السباحة، فبنخليه في الفئة المتوسطة بحيث نديه برضو المهارات اللي تساعده أن يوصل للمستوى أعلى. صاحب المهارات العالية مو ممكن تستفيدون منه في التدريب، يكلم أصحاب اللي معاه، يكلم الناس اللي لسه جدد، ممكن يعلمهم شغلة إن التواصل معهم يكون أسهل، إن يقروا قريب من عمرهم يكون. أكيد أكيد طبعا، وفي فعاليات بتنظمها الهيئة إن شاء الله يوم 18 اللي جاي، فيهم بطولة إن شاء الله في مركز الشباب العرضية، وبنسوي مسابقات حق السباحين. طبعا بنختار الأفضل سباحين موجودين بالمركز، بيبقى سباح منتظم في التدريب معانا، لياقته البدنيه عاليه،
كل اول كل تمرين برضه بنبدا معاه بجاري وسويدي عشان اللياقه بتاعته ترتفع، وان شاء الله لما بينزل المايه بيبقى عنده لياقه كويسه وتساعده في البطولات ان شاء الله. كم بطوله في الموسم تشاركون فيها؟ تقريبا كل مركز بنسوي فيه بطوله على فترات معينه، يعني في جدول عاملينه منظمينه في كل مركز بنسوي فيه بطوله. الكابتن عبد الله عبد الرحمن لاعب مركز شباب الفيحاء للسباحه، كلمنا عن مركز شباب الفيحاء خاصه انك صار لمده طويله، يعني شو تشوف التطورات، شوف ناس صغار بالسن، الكابتن شلون يكون معاك، شنو ادائك؟ المركز صار من زمان المسبح مو زين وكذي، بعد فتره عدلوه بالصيانه وهذا وصرنا كل مره نيجي، ويابوا اكاديميات وايد حق الكره واشياء يعني طايره شيء. لعبة السباحة تشوف روحك تتطور يوم بعد يوم، ما تفكر تروح ممكن نادي يختارونك للمنتخب؟ مني بقعد انا، لان المدربين ما شاء الله زينين الحمد لله، وزملائي بالسباحة هم مو مقصرين معنا يساعدوني بالاشياء اللي ما اعرفها شيء بالسباحة، ويا ان شاء الله احسن اذا في بطولات اروح لها. الكابتن احمد العمار، كلمنا اليوم عن لعبة السباحة في مركز شباب الفيحاء، خاصة انه مدة طويلة صار لك في اللعبة هذه، شلون تطورت؟ شلون تشوف المدربين؟ والله زين الحمد لله، المدربين كلهم زينين، لعبة السباحة لعبة زينة حلوة. شلون اخترت لعبة السباحة في البداية؟ هل كنت جربت ألعاب أخرى في مركز شباب الفيحاء بعدين اخترت لعبة السباحة، ولا على طول دشيت السباحة؟ لا، أول شيء دشيت كرة قدم بعدين رحت سباحة. معنى السباحة يعني شنو اللي عجبك فيها؟ زينة والله، زينة حلوة. أديش السباحة شلون كنت تعرف تسبح تروح البحر؟ كنت داش نادي العربي ودخلني بعدين طلعت ورحت. لاعب عمر شرهان لاعب مركز شباب الفيحاء للسباحة، عمر كلمنا شلون شايف لعبة السباحة مركز شباب الفيحاء، وصار لك كم فيها؟ والله زينة، ويعني صار لي 3 سنين فيها، كيف ندربنا يعني يدربنا حق البطولات كلها نفوز فيها. كم بطولة دشيت لحد الحين؟ 3 سنين. أحسن مركز جبته بالبطولات؟ مركز شباب الفيحاء. عمر انت اخترت لعبه السباحه، ولا الوالد ممكن وداك حق مركز شباب قال لك اختار تبي، وانت اخترت لعبه السباحه؟ اي اخترت لعبه السباحه. ليش اخترت لعبه السباحه؟ ليش ما رحت كره قدم، كره يد؟ زينه عشان السباحه. شنو اللي عجبك فيها لعبه السباحه؟ انا الكابتن يدربنا وكذي. اللاعب حمود ابراهيم، اول شيء الله يعطيك العافيه، كلمنا اليوم شنو استفدت من لعبه السباحه في مركز شباب الفيحاء؟ والله هالمسبح حلو، المدربين زينين ويعرفون يدربون، استمتعت بهالمكان وايد حلو. ايش
شلون كانت في السباحه؟ شلون كنت في السباحه قبل ما تدش مركز شباب الفيحاء، وشلون صرت في السباحه الحين؟ قبل كنت ما اعرف اسبح شويه، بس الحين تدربت زياده وصرت زين اسبح. كم ساعه تدريب في اليوم في مركز شباب الفيحاء؟ ساعة ونص. على طول مع المدرب، على طول تدريبات، وشنو تشوف انك؟ هل انت ان شاء الله من احسن لاحسن؟ كم يبي لك عشان ممكن تدش بطوله من بطولات المراكز الشباب؟ يعني يبي لي كذي 2-5 سنين عشان اتدرب اكثر واكثر وبعدين ادش بطوله السباحه. ايش حق اخترت لعبه السباحه؟ ليش ما اخترت لعبه ثانيه؟ لان السباحه اهم شيء عشان الدم يتحرك بجسمك. اللاعب عبد العزيز ابراهيم، اليوم انت قاعد تلعب لعبه سباحه في مركز شباب الفيحاء، كلمنا صار لك كم المده اللي انت تلعب سباحه فيها؟ والله 5 ايام، والمسبح عجيب وكبير، ومنك اكو عميق ووسط صغير، واذا سبحنا وايد دمنا راح يتحرك فينا، ونقدر نتحرك وايد ونمشي اكثر ونسبح اكثر، ويكون اذا رحنا مكان وكان المسبح عميق فيه نعرف نسبح فيه، لان مني تعلمنا السباحه واستمتعنا في وقتنا. انت قبل ما تدش المركز شباب الفيحاء كنت تعرف تسبح ولا نص ونص؟ كنت نص ونص، كان مرات اقدر اسبح من كان يوصل لي مني، بس ذيك المره من تعلمت رحت وطبيت في العميق، بعدين تعلمت شلون اسبح لان هالمكان وايد عجيب، فتعلمت كل شيء فيه. المدربين على طول معاكم قاعد تستفيد معاهم على طول؟ والله على طول معنا، ويساعدونا ويدربونا ويقولون اوقف على الحيط عشان يحرك عيوننا، عشان اذا يبينا نلعب نعرف شو نسوي عشان نمشي، واذا كنا نبي نتسابق مع اصحابنا نعرف شلون نسبقهم. من جديد رجعنا لكم مشاهدينا متابعينا الكرام في برنامج محطات شبابية، وما زال للحديث بقية مع هذه الرزنامة المليئة بالأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة ولمختلف الأعمار. كالعادة نشاهد ونتابع حدث
رياضي جديد يقدم بعناية من قبل المسؤولين والمهتمين من الجهات الرسمية وأيضا الهيئات الرياضية المتنوعة، نجحت بالامتياز في تحقيق أهدافها من خلال الأنشطة الصيفية. ننتقل إلى ثاني فقراتنا لكن بعد الفاصل. من منطلق حرص وزارة التربية على دعم الأنشطة الرياضية الشبابية، شرع مركز تعليم وتدريب البولينج الذي يخدم منطقة مبارك الكبير التعليمية والمناطق التابعة لها، والذي يقع في منطقة صباح السالم، على فتح أبوابه خلال العطلة الصيفية أمام الشباب لمزاولة اللعبة والاستفادة من أوقات الفراغ، تحت إشراف مدربين تربويين مؤهلين في هذا المجال. ويشمل المركز على ألعاب البولينج، البلياردو، البيبي فوت، وتنس الطاولة. وتسعى وزارة التربية من خلال هذا المركز إلى استقطاب الشباب في العطلة الصيفية لإبراز طاقاتهم وصقل مواهبهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع. كما يلعب مركز تعليم وتدريب البولينج دورا بارزا بنشر اللعبة وتعزيز العلاقات بين الشباب وإعداد مخرجات واكتشاف مواهب جديدة تساهم في تحقيق الإنجازات للرياضة الكويتية. السيد طارق المرشد مدير مركز مبارك الكبير للبولينج، أول شيء نرحب فيك، واليوم نشوف أحد فعاليات الهيئة العامة للرياضة بالتعاون معكم، نشوف عدد كبير من المشاركين في لعبة البولينج من الشباب، كلمنا عن الفعالية وكلمنا عن الفعاليات بشكل عام. يا هلا ويا مرحبا فيكم، بداية أحب أشكركم على حضوركم وتواجدكم معنا اليوم وتغطيتكم لأنشطتنا. طبعا هذه أنشطتنا وفعالياتنا يومياً، عندنا مترددين لهذا المركز، المركز مفتوح لهم يمارسون هذه الهواية، وكذلك بالإضافة إلى نستقبل زيارات المراكز والهيئات، يعني هذه نرتبها إحنا معهم ونضبط لهم مواعيدهم على أساس أن لا تصير في تضارب. فاليوم عندنا مركز من المراكز بالإضافة إلى طلبتنا وشبابنا اللي دائما احنا نحاول نعمل بيئه جاذبه لهم ونستقطب هالشباب من خلال مسابقاتنا وبطولاتنا اللي نعملها، يعني نخليها مثل بطولات فيها تنافس رياضي واجتماعي تحت اطار تربوي، لان هذه المنشاه تخص وزاره التربيه والأنشطة التربوية. فعندنا بطولات نعملها إن شاء الله بالأيام الغريبة للمترددين لهذا المركز، وكذلك ننظم بطولات لأي هيئة أو أي مركز يعني يحب أنه يزورنا. حق المراكز، اكثر من مراكز تقول انهم مشاركين معاكم، وبالنسبه للهيئه العامه للرياضه شلون يصير التواصل بينكم؟ شنو عمليه التنسيق؟ شلون يصير كيفيه التنسيق بين جداول الدورات؟ بشكل بسيط يعني جدا، اي واحد من اي مركز او اي هيئه يقدر يحضر عندنا هنا ونعطيه موعد، وما عندنا اي شروط ثانيه، والمكان مفتوح للجميع. يعني يكون لاعب مستقل غير منتمي حق اي مركز ممكن يحاب يشارك يتعلم لعبه البولينج، يعرف شنو هي لعبه البولينج، ممكن شنو متطلبات، هل في رسوم معينه يتطلبها منها ممارسه لعبه البولينج؟ طبعا اي شخص يقدر يزورنا هنا ويمارس هذه اللعبه، ما في رسوم، الاشتراك مجاني للجميع، مجاني للجميع، يقدر يجينا احنا نوفر له جميع احتياجاته، ما عليه الا يلبس اللبس الرياضي
واحنا نوفر لك كل شيء. وكذلك عندنا يعني بالايام الجايه وبدينا تسجيل الاسامي، راح نسوي اكاديميه لتعليم اللعبه، يعني نعطي فيها اساسيات اللعبه، شلون التكنيك، شلون يختار الكره والوزن والامور هذه ويقدر يمارسها. يعني لو يجي واحد عند مبتدئ، فاحنا عندنا مدربين حاصلين على شهادات، يعني شهادات عاليه وخبره كبيره عندهم، يقدرون يساعدونا بهالشيء. لعبه البولينج بدات تاخذ حيز كبير سواء على الكويت او مستوى العالم، اكيد لعبه معروفه ومشهوره لها بطولات عالميه، شلون تشوف المستوى الفني حق لعيبه الكويت؟ شلون تشوف الحضور والانجذاب حق البطوله؟ الحضور ممتاز صراحه، وعندنا لاعبين يونا ما كانوا يعرفون اي شيء فتاسسوا هني بهذا المركز، وحاليا يمثلون منتخب الكويت. يعني مثل ما انت عارف الانديه ما فيها الصالات هذه، صالات البولينج، فيتم اختيار اللاعبين من خلال هذه المراكز. وفي مراكز، يعني لا يفوتني ان يعني في مركزين للبنين ومركزين للبنات، يعني مركز مبارك الكبير ومركز بالدعيه، وفي مركز ثاني يخص البنات، مركز صباح السالم ومركز بالشاميه، فالخدمه للجميع. السيد هادي الغريب احد مدربي مركز صباح السالم للبولينج، اليوم عندكم احدى البطولات في البولينج، نبي نعرف مستوى الشباب شلون تشوفهم سواء في مختلف الاعمار السنيه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه حق المستويات، اول ما فتحنا من قبل 4 سنين كان في ناس مو عارفه شنو البولينج، فيوني اسسناهم على الخطوات والكره وكيفيه اللعب. ما شاء الله المستويات من الفتره الاخيره وايد صارت افضل، حتى في النوادي يونني في المنتخبات لاعبين البولينج يوني يترون عندنا هني مرات، فالمستويات وايد افضل من قبل. الناس كان عندهم الحين اهتمام حق اللعبه، ناس قامت تعرف اللعبه اكثر من قبل، وما شاء الله الفئه العمريه الصغار قاموا يجون بشكل اكثر. يعني بالنسبه حق جذب الشباب للعبه هذه، شلون تبدون تنشرون عن موقعكم عن المركز هنا، شلون تبدون تحطون مواعيد الدورات والبطولات؟ في بدايه الامر اول شيء احنا دوامنا العصر فتره مسائيه من الساعه 5 للساعه 8. احنا اعلنا قبل ما نفتح المركز فتره، اعلنا ان في مركز راح ينفتح، ووزعنا اعلانات، وزعنا بروشورات على المدارس، وعندنا موقع بالانستغرام موجود، ممكن اي احد يقدر يتابعنا اذا في عندنا فعاليه، عندنا بطوله، عندنا مشاركات، ممكن يستفسر عن طريق الانستغرام انه يتابعنا. الانستغرام مالنا هو بولينج اندرسكور مبارك. بالنسبه حق كلعيبه ليون متدربين، نقول ان مستواهم الفني مبتدئ، انت شلون تستقبلهم كمدرب؟ شنو اول الخطوات اللي تعلمها اليوم في لعبه البولينج؟ وهذا الشيء احنا يعني عملنا فيه من فتره، ان كل عندنا احد اثنين ثلاثه عندنا اكاديميه. الاكاديميه هذه عشان ناسس الناس اللي ما عندها خبر بالبولينج او ما عندهم اساسيات البولينج، فيجونا الاحد واثنين وثلاثه موجودين، نعلمهم الخطوات والاساسيات وكيفيه اللعب موجودين. السيد خليفه القصار احد ممارسي لعبه البولينج في مركز مبارك الكبير، كلمنا عن لعبه البولينج، شلون تشوف توفيرات الامكانيات في مركز مبارك الكبير؟ انت يوميا تي يوميا تلعب، كلمنا عن هاللعبه هذه في مركز مبارك الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا يعني من ممارسين البولينج، صار لي تقريبا العب خلال سنتين مستمر شبه يوميا في المركز هنا اذا ما عندي شيء يعني. والله ما شاء الله موفين لنا كل شيء، ما شاء الله شباب وفي كوابتن هنا بطولات وكذي الحمد لله. يعني بالنسبه لبدايتك مع المركز، اول يوم فييت في المركز، هل كنت يعني مارس لعبه البولينج من قبل ولا بلشت هنا على طول في المركز؟ لا والله انا قبل يعني ايام الشباب وكذي كنا نلعب لعب حبي يعني، لعب مع الشباب كوزمو ما كوزمو، وبعدين والله شفت المركز عن طريق بطولات تربيه، معلم فكليه وزاره التربيه يسوون بطولات، فاشتركت معاهم في البطوله هني وطلعت كذا مركز يعني الحمد لله. وشفت مستواك تغير من على ايام اللعب يعني اللي مع الربع ومع الشباب، غير الحين في تدريب، في متدرب مدرب على طول معاك يعلمك يوجهك؟ والله اكيد طبعا مع البولينج مع ممارسها تزيد اكثر طبعا، والكابتن كوابتن هني موجودين وما شاء الله محترفين وكور خاصه وكل شيء مضبوط. ايش اللي خلاك تتجه لعبه البولينج؟ يعني اللعبه الشعبيه اكثر كره قدم، طائره، سواء الالعاب الجماعيه هذه، ايش معنى يعني لعبه البولينج؟ والله هي فيها تنافس داخلي، يعني انت كل يوم تجي تحط لك رقم معين تبي تطقه يعني، ف
فتلعب يوميا وفيها فن شوي وفيها تركيز، فاحلى انا بالنسبه لي احلى من الكره، احلى من السوالف هذه. لاعب جاسم القراش، انت احد الممارسين لعبه البولينج في مركز المبارك الكبير، كلمنا اليوم عن لعبه البولينج، شلون كانت بدايتها معاك؟ متى مارستها؟ وشنو الفرق بين انك انت تلعب برا وتلعب في احد المراكز؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، انا هي البولينج لعبه حلوه كذي يعني هوايه، وبديتها قبل 3 سنين، الوالد الله يحفظه كان يودينا 360 وكوزمو كذي، كنا بس يعني نلعب لعب كذي وناسه، بعدين كماله وقاعد احب اللعبه زياده. زين، وبعدين حبيت اني ادش باللعبه زياده وقعدت كل يوم اتدرب عليها. خلال 3 سنين اللي كنت العب فيها برا مع الوالد، شنو اختلف في مركز مبارك الكبير؟ شلون كان التدريب معك؟ اول شيء هناك انه ما كان فيه معلمين، يعني بس ابوي كان معلمني شلون اقط وكذي، بعدين لما دخلت هني كانوا يعلمون شلون التكتيك الصحيح عشان قط الكرة وكذي. ممكن انت توصل في لعبة البولينج، شنو هدفك؟ ممكن منتخب الكويت، ممكن بطولات خارجية. انا ودي اني اوصل مدرب، انزين، وامل ودي اوصل يعني امثل الكويت برا بالخارج ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم انا اول شيء بداياتي كنت اطالع بالتلفزيون، فقلت حق الربع خل نروح شو اسمه بولينج، فلعبنا وتدربنا وهني عشان نتدرب هني. زين يعلمونا وشون يقط الكرة وشون شون الدقة، ويعلمونا شون تلف الكرة. بعد بدايتك مع لعبة البولينج كانت في مركز مبارك الكبير، ما رحت لعبت في المراكز برا أو في واحد من المجمعات؟ إيه، بداياتي كانت هني. شون عرفت عن مركز مبارك الكبير؟ منو اللي دلاك عليه؟ منو اللي قاعد كل يوم تشوفه يجي معاك ويدرب؟ ربعي بالمدرسة يقولوا خروح نلعب هني عشان نتدرب وما شنو عشان نتعلم. يعني أكيد تعلمت شغلات جديدة في مركز مبارك الكبير. شنو تشوف أنت هدفك في لعبة البولينج؟ تبي توصل منتخب؟ تبي توصل لبطولات خارجية؟ أي أنا قاعد أتدرب، إذا شفت نفسي زين راح أدخل بطولات وما كل شيء. اللاعب علي جعفر، أنت اليوم متواجد في مركز مبارك الكبير للبولينج، كلمنا عن لعبه البولينج، شلون كانت بدايتك معاها؟ شلون عرفتها؟ شلون حبيتها؟ انا بديت قبل سنه، كنت اتابع ربعي بسناب شات، وايد ينزلون عن البولينج، فقلت حنا جربها كهوايه، وصراحه انا وايد عجبتني وقمت العبها قبل سنه. شلون شفت مستواك الحين بعد ما جيت مركز مبارك الكبير للبولينج؟ مستواك الفني مع المدربين متواصلين معاك؟ اي والله متواصلين معاي ويعلموني
وقمت اسجل شوي وصرت زين. اكيد كنت لاعب برا مع الشباب مع الربع قبل ما توصل حق مبارك الكبير، شلون شفت برا اللعب وفي مركز مبارك الكبير؟ شو اللي تعلمته جديد فيها؟ اللعب كان وايد حلو ووايد غير عن كوزما، وانا جربته هالمركز هذه لاول مره. والمركز شلون سمعت عنه؟ من اللي دلاك عليه؟ شلون وصلتيني؟ ربعي نزله بسناب شات وسالتهم وين هذا ودلوني عليه وقالوا لي انه بصباح سالم. طبعا شو اسمه لعبت انا صار لي كم سنه، ممكن 3 سنوات، ولعبه بولينج لعبه حلوه يعني، هي كهوايه وممكن يعني تطلعك لمباريات عالميه او مسابقات عالميه اللي هي ممكن تساعد دولتك او شيء كذي بالرياضه. بدايتك مع البولينج سيده في مركز مبارك الكبير ولا كنت تلعب بولينج قبل في برا؟ لا، اول شيء كنت العب بكوزمو، بعدين يعني شو اسمه قلت ليش ما بدل ما لعبت صح، فقلت ليش ما امارس هذه الهوايه. شلون سمعت عن مركز مبارك الكبير؟ عن طريق ربعك ولا عن طريق النت؟ لا، عن طريق العائله. اول ما جيت هنا شلون بداوا المدربين معاك؟ علموك شغلات جديده انت ما كنت تعرفها قبل قاعد تلعب في لعبه البولينج؟ يقولوا لي شلون تمسك صح وشلون تهدف الكره وكذي. وبدايتك كان ايام التدريب كم يوم في الاسبوع التدريب؟ كم ساعه في اليوم التدريب؟ طبعا ساعتين، اتوقع هي ساعتين وثلاث ايام بالاسبوع. وكنت على طول حتى ايام المدرسه متواصل معاهم؟ وشلون هم متواصلين معاك؟ اذا يبونك يقولوا لك ساعات التدريب، يقول لك المدرب متواجد؟ اي نعم، على طول متواجد. اي نعم. تنمية وصقل مهارات القاعدة الناشئة وأيضا الشباب من الأهداف التي تحققت على أرض الواقع بخلق روح التنافس الشريف في مختلف الأنشطة والمنافسات والبرامج الرياضية التي قدمت في هذه الفترة الصيفية المليئة من تعاون جميع الجهات الهيئات وأيضا الجهات الرسمية في الدولة قدمت للشباب والرياضيين. ما زال الكثير والكثير حاضر في برنامج محطات شبابية، لكن وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا، حتى ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة الأسبوع المقبل. هذه تحية مني وإلى اللقاء.